قهوة وجرنان. المدرسة الجزائرية من التعريب إلى العامية، ومن عهد أول وزير للتربية عبد الرحمن بن حميدة إلى الوزيرة الحالية نورية بن غبريت، مرت المدرسة الجزائرية بالكثير والعديد من التجارب، من أول لجنة إصلاح في سبتمبر 1962 التي أقرت التعريب وتعميم التعليم في كل الوطن، إلى مرحلة المخططين الرباعي الأول والثاني التي منحت فيها الأولوية للمعاهد التكنولوجية. أما المخطط الرباعي الثاني فقد ربط إصلاح نظام التعليم بالتخطيط، وارتفع الجدل منذ أن اختير بن زاغو رئيسا للجنة الإصلاح لمنظومة التربية سنة 2000، وارتفعت حرارة هذا الجدل مع تقديم اللجنة تقريرها النهائي، حيث تسربت أنباء عن بداية تطبيق توصياته دون مروره عبر المؤسسات الدستورية ومناقشته في البرلمان من طرف نواب الشعب. وقد اتهم أعضاء من لجنة إصلاح المنظومة التربوية المدرسة الجزائرية بأنها مصدر لتخريج الإرهابيين الذين شكلوا الجماعات المسلحة التي تمارس العنف والتقتيل في العشرية السوداء، لأن مناهجها ذات طابع ديني متطرف وكتبت باللغة العربية بينما الفرنسية مصدر للحداثة والتنوير، وصولا لآخر قرارات وزارة التربية بتدريس العامية. الوقوف على هذه المراحل يؤكد لنا أن المدرسة الجزائرية مرت بالعديد من الإصلاحات، وأحيانا من النقيض إلى النقيض. في ظل 50 سنة جربنا تقريبا كل المناهج وكل الطرق. السؤال الذي يطرح اليوم: متى ننتهي من الإصلاحات العميقة في المدرسة الجزائرية، وعلى أي لغة نعتمد، وفق أي منهج؟ في الحقيقة كثيرة هي الأسئلة التي تطرح اليوم. ضيفتي اليوم صاحبة أول مدرسة خاصة في الجزائر، صاحبة كتاب المدرسة الجزائرية من ابن باديس إلى بافلوف، السيدة بوداليا بوشناق. مرحبا بك معنا وشكرا على قبولك دعوتنا. سيدة بوداليا بوشناق يعرفوك كثير باسم ملكة غريفو، هكذا مرحبا بك سيدتي. شكرا. سيدة بوداليا بوشناق، وفق المقدمة منذ أكثر من نصف قرن والجدل والصراع لسيق بالمدرسة الجزائرية، أردت أن نبدأ من هذا الوجهة. كثير من المواطنين والمشاهدين اللي يشاهدوا فينا يتساءلوا لماذا يا سيدة بوشناق 50 سنة وإحنا ندير في التغييرات، 50 سنة وإحنا ندير في الإصلاحات، 50 سنة والجدل من مصطفى الأشرف، الجدل الكبير اللي حصل في فترته، إلى الجدل الحاصل الآن في وزيرة نورية بن غبريت، لماذا في رأي سيدة بوداليا بوشناق؟ إصلاحات شكلية، والهدف طيلت تقريب 50 سنة الهدف واحد، وهو تعليم البنية وليس تعليم العربية، تعليم البنية، تعليم البنية. والنصوص هذه تاع القرن 20 تعطي قائمة مغلقة وقائمة قصيرة من البنيات من النحو الجملة، وفرض استعمالها وفرض ألا نخرج منها. البنية تقصد يا سيدة الصيغة النحوية، علموا فقط الكلمة والقول. إذن عدد مفردات محدودة وقائمة مغلقة من المفردات، والقائمة للأسف ما جبت، والقائمة مغلقة، فهذه سموها اللغة العربية. أنا أقول أنها أولا تعليم لغة بنحو مبتور، لأن النحو العربي مخفي على الطفل. من بين النحو عملوا انتقاء بعض الصيغ وقالوا هذه هي العربية. شكون اللي عمل هذا الشيء سيدة بوداليا؟ أصحاب الأمر والقرار داخل قطاع التربية. تقصدين أنهم تركوا اللغة العربية فقط، اشتقوها من كل يعني النحو والصرف، عملوها لغة فقط لتعلم المصطلحات، هكذا تكلموا عن تعريب، وهذه فكرة التعريب على وزن تفعيل أصبحت محو أمية. التعريب كأننا مجتمع غير متحضر، مجتمع لأول مرة ينتظر في ناس يجيبوا له التعريب، أي هي تأقلم. عملوا مدرسة تأقلم، إذن مدرسة بلا حضارة، عملوا قطيعة سلسلة. نحن مدرستنا المدرسة الجزائرية نشأت في مطلع القرن 8، وجاء من وصف هذه المدرسة وتكلم عن أهداف ومهمة هذه المدرسة، حتى ابن خلدون قال لنا ما معنى المدرسة، هذا ليس شيء جديد. المدرسة طيب سيدة بوشناق، قولي لي فقط، أنت في هذه المقدمة تحاولين أن تقولي أنه
احنا نخطئ حتى في تعريف معنى المدرسة، معناتها حتى نعم. التدريس ما نش ندرسه في الشيء الصحيح. نعم، هي مدرسة الجزائرية مدرسة الاستقلال عملت قطيعة، قطيعة مع 1000 سنة و300 سنة قطيعة باسم التعريب، باسم بتبرير التعريب، يعني هادو ما يحبوش العربية نعربوهم إلى آخره، فنسوا الحضارة، عملوا قطيعة كسروا الحضارة العربية أم الحضارة ككل؟ الحضارة ككل، كسروا السلسلة. احنا عنا على الأقل بن خلدون وصف لنا مهمة المدرسة، على الأقل بن خلدون، فكسروا السلسلة وقالوا سنعلم هادو الأطفال اللي والديهم ما يحبوش العربية وكذا وكذا وكذا، سنجرعوا لهم العربية قطرة قطرة، سنقدم لهم 20 مفردة في السنة، وكل مفردة تولد 100 تمرين، والطفل بالتمارين تمارين تمارين تمارين، أصبحت مدرسة التمارين، أصبحت طفل عامل خدام ماشي طفل. طيب أنت تنتقدين، قولي لي فقط سيدة أبو دليل أبو شناق، لأنه أنا قريت بعض الكتابات اللي كتبتيها في كتاب المدرسة الجزائرية من بن باديس إلى بافلوف، هذاك الكتاب عمل ضجة أعتقد في سنة 89 السيدة بوداليا، في سنة 89. طيب أنت قدمتي نقد صريح وواضح للمناهج اللي كانت تدرس باللغة العربية، البعض فهم أن السيدة بوداليا بوشناق تنتقد التعليم باللغة العربية، أنت ضد التعليم باللغة العربية السيدة بوشناق؟ هذه ما عندهاش معنى، هذه إذا كنا متحضرين هذا السؤال ما عندوش معنى، لأن بن خلدون وكل العرب وكل وما تنساش أن هناك ابن المقفع أيضا قال ما هي المدرسة، إذن كلهم قالوا بأن المدرسة ليست مركز لغوي، ما تتوقفش عن إشكالية اللغة، لا، المدرسة هو قطب ثقافي حضاري، فصعب على من اليوم المدرسة بين أيديهم يفهموا ما معنى المدرسة، إذ أنهم منذ 40 سنة هم حولوه إلى مركز محوومية، إلى مركز لغوي، القضية ليست لغوية، طيب القضية حضارية. طيب وش سيدة أنت كنت عندك مدرسة خاصة، في رأيك أنت الطفل لما يكون لنفترض في سن التعلم الأولى، يعني ربما 4 سنين 5 سنين حتى 8 أو 9 أو 10 سنوات، في رأي السيدة أبو داليا أبو شناق وأنت كاتبة هذا الكتاب، وش رأيك وش نعلم الطفل في هذه السنوات الأولى؟ أولا هذا ليس مشكلة آراء ورأي، رأيي غير مهم، مسألة تاريخية وعلمية، تاريخيا نعرف ما يلزم، كيف نستقبل الطفل، بماذا نستقبله، واليوم في القرن 21 هناك اتفاق عام عبر العالم ما هي المدرسة، اليوم نعرف أن الطفل نستقبله بالقصيدة بالشعر، لأن أنا مختصة في الاكتسابة، نحن نعرف أن الطفل يغني قبل أن يتكلم، فالشعر عندما نستقبله بالشعر هو يجد لغة تذكره لغة المهد، أمه كانت تبربره بالشعر، التنويمات هي شعرية، إذن أهمية الشعر، تقديم للطفل حضارة تحضر. طيب لكن سمحي لي سيدة أبو دليل أبو شناق، قلتي لي اللغة ما هيش جدل في المدرسة صحيح، لكن احنا نتكلموا بالواقع، تتكلمتي لي على الشعر، لنفترض أنه يتم إدراج هذه الفكرة، فكرة سيدة أبو دليل أبو شناق أنه ندرس الطفل الشعر، سيحدث جدل في الجزائر وهذا واقع، أنه أي شعر سندرس، هل سندرسه الشعر بالفرنسية، سندرسه الشعر بالعربية، أم سندرسه الشعر بالدارجة، وهنا نلقى نفسنا في جدل اللغة سيدة أبو شناق. هذا لازلنا في النقاش الأحادي، كم قبل أن تقول أي قصائد، قل كم قصائد، كم تقدم من قصائد في السنة، كم، إذا كنت قدمت له 2000 قصيدة فتفرح كل الأذواق، كل الأذواق يعني بكل اللغات، ماشي بكل اللغات، في لغة واحدة هي الآن، حتى وإن اكتفيت بلغة واحدة مثلا إلا العربية وعطيت 2000 قصيدة للطفل، هذاك الطفل اللي تعلم 2000 قصيدة بالعربية أحببت أم كرهت سيتوجه إلى ثقافات أخرى، عنده تذوق، يخرج متفتح، يكون عنده تذوق، يكون متحضر، ما يمشيش للهمجية. من هذا القبيل
كانت مدرسة وصلتنا للهمجية. طيب قلت الهمجية في هذا النقطة سيدة بودرية بوشناب، كان فيه اتهام صريح للمدرسة الجزائرية على أنها أخرجت إرهابيين أو متشددين أو متطرفين في عامل العشرية السوداء، صحيح هذا الأمر؟ كانت فيه مناهج تربوية في الجزائر سيدة بوشناق، خرجت لنا بين قوسين يعني تطرف فكري ولا تطرف ديني ولا إرهابيين بهذا بصراحة؟ انظر في أوروبا الطفل كل سنة عنده 400 تحف أدبية، الطفل ذو الخامسة في الخامسة من العمر، في السادسة من العمر، في السابعة من العمر، ما كانش كراس تعليم أبجدية، ما كانش عندهم كل سنة 400 تحف أدبية، وعندهم كل سنة خلاو الاختيار للمعلم وبالأخص في للنخبة يعطيو تقريب لا أعرف 500 قصيدة. فخبراء تعليم لكن ما جاوبتنيش على سؤالي سيدة، لأن طويل الرد طويل. خبراء اليونسكو سموا هذا البرنامج، سموا هذه التحف الأدبية وهذه القصائد سموها بذور السلم. الآن قل لي من فضلك كم من بذور السلم قدمت المدرسة الجزائرية للطفل قبل الثامنة من العمر؟ صفر. لكن بالمقابل إذا ما قدمتلوش بذور السلم ما أعتقدش أنه قدمت له بذور، قدمت له بذور العنف. تعتقدي أنه قدمت بذور العنف سيدة بوداليا؟ لا تكلميني بصراحة. الحلاف في إشكالية، تحضر تحضر أم همجية؟ التحف الأدبية والقصائد اسمها، ولست أنا التي أعطيت هذه التسمية، اسمها بذور السلم. المدرسة الجزائرية قبل السابعة من العمر ولا قبل الثامنة من العمر، الطفل تحدد لغته وتعطي له 20 مفردة، ولا تعطي له نبذة بذر واحد من حضارته، تحرمه من حضارته، تحرمه من ثقافته. نحن كنا مع ثقافة وحضارة سلم. متى بدأت الهمجية؟ مع المدرسة الجزائرية التي حرمت الهمجية الطفل. بدأت مع المدرسة الجزائرية سنة. نعم، التي حرمت الطفل، حرمته من بذور السلم التي متى بدأت تقصدين؟ من الاستقلال من 62، من منذ إدخال طريقة اسمها ملك وزينة، طريقة ملك وزينة. أنا عشت هذيك الفترة، يعني الإصلاحات الأولى سنة 1963، ماشي في 63، لا معليش في السبعينات انتشرت. المهم أنها انتشرت في السبعينات. وش معناتها طريقة ملك وزينة؟ طريقة ملك وزينة هي عبارة عن 20 مفردة تكرر 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 يومياً، والمئات من التمارين، وهي محو أمية. إذن وفي ذلك الوقت أنا كنت كل مشكلتي كشدة، كنت أتمنى أن أكون معلمة، فذهبت عند مديرة من عائلتي هي مدام رحال، قلت لها فرحت بيا، قالت لي طبعا نعطيك منصب معلمة، وعطتني دي فيش بيداغوجيك هكذا، وثيقة بيداغوجية يعني. ماشي وثيقة، 200 ولا وثيقة، قالت كل يوم طبق وحدة. أنا قريت وحدة وأنا شفت كل يوم مفردة ونفس المفردة تكرر، عملت طبعا رفضت هذا العمل. فإذا كنت معلم ولا معلمة في الجزائر في ذاك الوقت، عليك أن تكون فقط منفذ، ولا تعرف منفذ لمشروع من كان مبهم. أنت تقصدي ما كانش كاين الجانب الجمالي، الجانب الشعري، الجانب الحضاري، كان جانب التكرار صح. وجانب صح. قل لي كم هذه اللغة العربية عندها من مفردات؟ كم عندها؟ عندنا الشاعر الذي يقول أن اللغة هي بحر إلى آخره. فمن العربية تنتقي 10 مفردات وتقول هذه عربية؟ هذا كذب. لا، إذا حرمان. فهناك عملت مقالات أتذكر، وما كانش عندي تكوين نظري ولا تكوين. ماذا فعلت؟ غير بالحدث حسبت المفردات، وحسبت المفردات المنطقية النحوية. طيب السيدة بوشناق استسمحك فقط نأخذ فاصل ثم نعود. مشاهدينا ابقوا معنا، نعود بعد هذا الفاصل.
عودة مجددا مشاهدينا من التحق بنا اللحظة، نذكر دائما أن نناقش اليوم موضوع المدرسة الجزائرية من التعريب إلى العامية، وضيفتي السيدة بوداليا بوشناق المعروفة بملكة غريفو. سيدة بوشناق، الكثير الآن من الجدل حاصل بسبب هذه الجزئية، استعمال الدارجة في التعليم، وش رأيك في هذا النقطة سيدة بوداليا؟ نقاش صحيح أنه فيه ناس راي حابة تضرب مثل ما قالوا اللي دافعوا على اللغة العربية، هناك من يريد ضرب اللغة العربية، أم أنه ما فهمناش الوزيرة، أم وش رأي السيدة بوشناق؟ القضية ليست جديدة، هذا النقاش ليس جديد. إذ لماذا لم نسمع صوت الذين يدافعون على العربية عندما أصبحت، قلت أن المدرسة الجزائرية هي قطيعة السلسلة، عندما اتخذت وتبنت كهدف تعليم اللغة اليومية الطفل منذ أظن 2008 ولا منذ، وكتابه اسمه اللغة الوظيفية. اللغة الوظيفية. لا أقصد الآن الحديث عن الدرجة سيدة بوشناق. نعم، لغتي الوظيفية هي اللغة اليومية. الهدف تاع كل النصوص تاع القرن العشرين هي اللغة اليومية. الآن قالوا اللغة اليومية ندخلها كما هي، بينما طيلة القرن العشرين قالوا اللغة اليومية ندخلها للمدرسة ونهذبها. ما الفرق؟ هي نفس الإشكالية، هي إشكالية إبعاد المدرسة من وظيفتها الأصلية، وهي وظيفة حضارية ثقافية. المدرسة كانت مشروع ثقافي حضاري. اللغة المدرسة الجزائرية ما هيش مشروع ثقافي حضاري؟ لا، ماشي من اليوم، مع ملك وزينة عندما غيروا لها الهدف من مشروع ثقافي إلى تهذيب اللغة اليومية. هذا هنا انتهى الإشكالية هنا. طيب السيدة، قولي لي السيدة بوشناق، خدعة هنا خدعوا المدرسة الجزائرية، لأن أصبحت أهداف ليست أهداف تاريخية. واليوم سمحي لي السيدة بوشناق، خليني نعطيك هذا الرأي. من يقول أنه نستعمل الدارجة يقول لك أنه الطفل هكذا، أنا أقول لك وش قالوا سيدة بوداليا، يقول لك أنه الطفل في البيت. ما كاش واحد جزائري، أعتقد أنه تقريبا نادرا ما هناك أسرة جزائرية تتكلم مع الطفل تعالى يا بني إلى هنا، تتكلم بلغة فصحى. معناها الطفل لما يزيد لما يكبر يكبر في لغة عامية، هذه اللغة لما يروح من اللغة العامية مباشرة إلى اللغة الفصحى، يعني الطفل يحدث له انشوك بهذا التعبير. ما تعتقديش أنه من الطبيعي جدا، وأنا هذا يعني أعطيك وش قالوا، من الطبيعي جدا أنه نستعمل بعض الدارجة المهذبة مثلا في المدرسة؟ إذن أنت تبقى في إشكالية أن المدرسة تعلم اللغة وتعلم اللغة اليومية وتعلم كيف نتكلم. لا، ليست هذه مهمة المدرسة. هيش هذه مهمة لا. المدرسة. لماذا الإشكال هذا مطروح سيدة؟ هذا الإشكال مشروع لإخفاء. أنت شاركتي في ندوة؟ شاركت، نعم. شاركتي في هذا النقاش؟ هنا أعطي رأيي. فضل. أنا أقول أن هذا النقاش نشأ لإخفاء الأهم، وهو أن اليوم هناك قانون للدولة الجزائرية خارج في الجريدة الرسمية، هو قانون 2008، قانون التوجيهي المدرسي التوجيهي، الذي هو أول قانون عمل القطيعة مع التعليمات على القرن العشرين، وهذا مهم جدا. فالسؤال، لماذا لم يطبق هذا القانون؟ فسواء الوزيرة أو القطاع كله، من حقهم أن يكون لهم آراء، إنما من واجبهم تطبيق قانون الجمهورية الجزائرية. أنت تعتقدي السيدة بوداليا أن هذه الإجراءات الجديدة تملى علينا من خارج الجزائر، بأن هذه إرادتنا إحنا؟ إرادتنا عنا قانون، عنا جريدة رسمية في قانون استرجع المياه إلى مجراها. إذ أن ها هي المبادئ تاع هذا القانون، ها هي الشعارات: اكتساب مستوى ثقافي، نحو تعليم نحو تلقين اكتساب. لأن في المدرسة هذه اللي يكون فيها ما في لا كراس لا محفظة لا صبورة لا مقاعد، الاكتساب هو طبيعي
بالتشبع بالسمع. هذه في أي سنة؟ حتى أي سنة؟ 2000 لا أقصد سنة الطفل. من الأربع سنوات تبدأ، من الخمس سنوات؟ لا، الكفاءات الأساسية حتى الثامنة من العمر. حتى الثامنة سنة. من المهد إلى الثامنة من العمر. يكتسب، ويكتسب هذه الأشياء. يكتسب مستوى ثقافي، ضمان تكوين ثقافي. يكتسب تحف أدبية وقصائد. إذن حتى يخفيوا هذا الآن لما شكون اللي يخفيوا؟ القطاع الذي لا يطبق قانون وطني. طيب شكون اللي يخفيوا؟ دائما تقولي لي حتى أصحاب القطاع اسمها الوزارة التربية لا تطبق قانون الجمهورية. أواصل مبادئ القانون، ما ينصه القانون، اكتساب مستوى ثقافي. المصطلحات تختلف، خرجنا من مصطلحات المفتشين والتعليمات القرن العشرين اللي البنية، الانتقاء، التدرج، البنية، التعليم، التلقين، ما بقاش، ما كانش مصطلح واحد تاع البنوية، ما كانش مصطلح واحد تاع الإشراط. النصوص تاع القرن العشرين تاع المفتشين. طيب سيدة أبو داليا، بعيدا عن الأمور التقنية كثير، لأن المشاهدين ربما ما يفهموش وما تهمهمش كثير التقنيات هذه الدقيقة، المشاهد تهمه النتيجة. سيدة أبو داليا قولي لي، اليوم احنا أطفالنا رم يدرسوا في المدارس الجزائرية، ما كاش واحد فينا ميحبش يكون عنده طفل مثل ما راكي تتكلمي عنده مستوى ثقافي، لأنه الطفل يبدأ يثقف في سن صغيرة، يبدأ يثقف ويعرف أشياء وتحف فنية. اليوم المدرسة الجزائرية سيدة أبو داليا، بصراحة نتكلموا بصراحة، راي تخرج لنا هذه الأشياء طفل مثقف، طفل عنده هذا البعد الحضاري، طفل فيه حرموه من إذن النص هذا غير مطبق. فالسؤال لماذا؟ فكل هذه النقاشات كل مرة يخرجون حاجة حتى ينسيونا رفضهم أي تمرد على هذا القانون. طيب قطع كله يتمرد. معليش سمحي لي سيدة أبو داليا، تمرد جماعي. طيب قولي لي فقط، تمرد جماعي، لكن معليش الآن هناك أنصار للغة العربية بقوة وبشدة يقولوا أنه هذا المشروع واستعمال الدارجة الهدف تاعه هو ضرب اللغة العربية، هذو الناس اللي راهي تدافع عن اللغة العربية. أنا أقول كيف سكتوا أمام قانون مثل هذا غير مطبق؟ كيف بالنسبة لا هما يدافعوا على العربية، يدافعوا على الأبجدية، يدافعوا على محو الأمية، ما يدافعوش على الحضارة العربية. سكتوا مدرسة بلا حضارة، هم نساو الصغر متحهم، هم احنا أنا من جيل قبل الاستقلال، تحت جناح الاستعمار كانت المدارس التقليدية تشبعنا بتحف أدبية وبقصائد. قصائد عربية؟ نعم طبعا، باش المدارس العربية والجامع. ما معنى هذا؟ البعض يتهم المسجد أيضا سيدة أبو داليا، غير صحيح؟ ما دور المسجد؟ قالوا المسجد والزوايا ما هيش تخرج لنا في أطفال متعلمين يعني. لأن المدرسة تدخلت في المسجد، المسجد أصبح يراقبه مفتش، على رأس الوزارة مفتش. فالآن عندهم حتى حبوا قانون سموه القاعدة المشتركة، هذا قانون خطير جدا. يعني السوسة اللي جابوها لنا في القطاع حبوا ينشروها في الجامعة. يعني ما هوش المشكل في المسجد سيدة أبو داليا؟ طبعا لا، المسجد طيلت أعوام، طيلت قرون، ما ثلاث قرون يعني قدم السلم وقدم الثقافة، وكان عنده مشروع ثقافي، واليوم المسجد هو نرمي عليه نضعه في قفص الاتهام. لا، هذه من المدرسة. لكن الآن سيدة أبو داليا أنت شرحتي أمور كثيرة، لكن ما قلتيناش وراه المشكل. الآن المشكل يا سيدة أبو داليا أنه فيه صراعات إيديولوجية في البلد تنعكس على المدرسة، كل واحد حاب يفرض طريقته، أم أنه ما نعرفوش المنهج الصحيح، أم أنه الآن ما عرفناش، لأنه أول خطوة هي تحديد المشكل. سيدة أبو داليا وشنو هو المشكل الآن في المدرسة الجزائرية؟ تتكلمي كثير على الأطوار الأولى، خلينا نتكلموا على هذه الأطوار معليش. وشنو هو المشكل الآن في الأطوار التعليمية الأولى، لما الطفل أول ما يبدأ يتلقى ويكتسب؟ أنت أخصائية في هذا الاكتساب، قولي لنا وشنو هو المشكل، حابين نعرف. المشكل أن المدرسة منذ إدخال بالك وزينها كان انزلاق، خرجت من المشروع التاريخي التقليدي الحضاري الى مشروع محو أمية. هذا ما كان،
يعني هنا المشكل. نعم هنا المشكل. طيب واللي يقولوا أنه المشكلة. لا يقولوا أنه المدرسة الجزائرية يا سيدة بوداليا وتتعرف هذا الشيء منيح أنه هي ضحية صراع إيديولوجي. كاين تيار يا سيدة بوداليا يساري أو علماني عنده أفكار وعنده أراء موجود بكثرة في الجزائر حاب يفرض مناهجه ويفرض أفكاره، وكاين تيار وطني إسلامي حاب يفرض مناهجه حاب ولهذا الطفل في الجزائر سيدة بوداليا بصراحة الطفل في الجزائر صار ما يعرف لا إنجليزية ما يعرف عربية ما يعرف فرنسية، مع أنها الطفل بين قوسين بحروها سيدة بوداليا والدروه سيوا فيه كل شيء سيدة بوداليا، مع أنها ما خرجناش طفل يعرف كلش، طفل يعرف شوية عربية وشوية فرنسية ويعرف بعض الكلمات من الإنجليزية، وين يصيب روحه هذا الطفل؟ إذن مشكل ثقافي. الطفل اللي تعطي له 20 كلمة ماذا تنتظر منه؟ عندما تزرع 20 كلمة ماذا تحصد؟ لا تحصد شيء. وحنا نعرف من زمان أن الطفل علي الواجب سلو دوفوار دو ترانسميسيون، علينا أن نقدم له تقديم. انظر إلى التقديم، تقديم هذه المدرسة منذ ملك وزينة. مع ملك وزينة كان تقديم 20 مفردة ومئات تمارين، ولازلنا في نفس ملك وزينة أصبحت اللغة الوظيفية، ملك وزينة أصبحت اللغة اليومية، يعلمون اللغة اليومية وكأن الطفل يجي بكم ما عندوش لغة. والطفل لا، المدرسة ليست فتحت لا لتعليم اللغة اليومية، فتحت لتقديم بذور سلم مثل ما يسمى خبراء اليونسكو. بذور سلم هي تحف أدبية. علاش تقتصر التعليم في بذور السلم؟ التعليم يتعلم كثير أشياء صغر. لماذا في التشبع؟ الكفاءات الأساسية هي قبل السابعة من العمر، فالطفل ممكن حتى يخرج من المدرسة يكون عنده استقلالية ويكون عنده ثقافة، ممكن يخرج من المدرسة يكون متحضر، يكون شخص متحضر من عصره من عالمه. وهنا نحن في إقصاء، لأن العالم الكل فهم ما معنى الكفاءات الأساسية. هنا عملوا خلط أوراق، فهموا من الكفاءات إلا الكفاءات في الثانوية وفي المتوسطة. الكفاءات الأساسية هي المهمة، لا أحد ينتقد فكرة الكفاءات الأساسية. طيب سيدة بوداليا، اللي يقول الآن اللي رام يقولوا أنه هذا المشروع جالي ضرب اللغة العربية، هذا الأمر غير صحيح؟ المشروع الدارج؟ الدارجة. المشروع منذ إدخال ملك وزينة أنا كتبت أنه ضرب ضد الحضارة العربية، مشي من يوم ضرب الحضارة العربية مع ملك وزينة، مع هذاك مصطفى وسلمى، مع مدرستي الوظيفية، مع كتابي. يعني صحيح هناك من يريد ضرب اللغة العربية، وعلاش لما يجي الناس يدافعوا عن اللغة العربية تقولوا أنه ما يعرفوش الحضارة العربية أصلا ويدافعوا عن اللغة العربية وولادهم يقرأوا في فرنسا؟ فيه صح ضرب للغة العربية سيدة مدالية. فمن ضرب اللغة العربية؟ أصحاب القرار داخل القطاع التربية، لأنهم فرضوا أنفسهم، كنسوا أم ركلوا كل هذه بذور السلم وحلوا محلها وفردوا أنفسهم كقيمة ثقافية. ها هي كتبهم الآن. عندما الكتاب الطفل، عندما الكتب ضعيفة في رأيك سيدة بوداليا؟ هذا ليس كتاب. حمامة باخرة حاسوب طابع، هذا أساسا كتالوج، هذا ممنوع في أوروبا. هذا الناشرين كيروحوا كيف اقول كيروحوا المعارض العالميه يخبي ويحشموا بهذه التبهدل. الخرده هذه يحشموا بها، هذه غير الطفل الجزائري يمكنوها له يجرعوها له. انت قصدي ان الطفل من المفروض انظر الكذب حضاريه وثقافيه، انظر الكذب ما نعلموش صور. حسب البرنامج الجديد لوزاره التربيه، وهذا خطا كذب، خدعة للعائلات الجزائرية، لأن البرنامج الجديد لوزارة التربية هو هذا، هو الجريدة الرسمية وما قدمته في 2008. وكل هذه الكتب عندما ترى من الكاتب. طيب أعطيني شوف الكتاب فقط من الكاتب. سمحي سيدة بوداليا شوف الكتاب فقط، لأني شفت كل الكتاب صور. صحيح الكتاب فيه صور، هاي صورة لمنضدة، صورة لمضرب، صورة لبيض، رمان، نظارة. لأن بالنسبة لهم الاكتساب يمر من العينين ولا من الأذن. طيب ما فيش كتب في الابتدائي تعلم الحضارة، تعلم التاريخ، تعلم الشعر؟ ما كاش كل طور الابتدائي. التاريخ مازال طفل صغير ما عندوش البعد الزماني المكاني. لا مهم نبدأ نعلمه أشياء تاريخية، يعرف شخصيات تاريخية، يعرف كي يكبر. أنا أقصد لك كل طور الابتدائي. البذور السلم
هي تحف أدبية، حرموا الطفل منها. إذن هادو ضربوا التراث، ضربوا كل التراث، ضربوا الإرث، حرموا الطفل من إرثه. إذن عملوا قطيعة في السلسلة، والنص هذا يريد إصلاح هذه السلسلة، يفو غنوي لاشين. أبسوليمو، شكرا جزيلا لك سيدة بوشناق بوداليا. وصلنا إلى نهاية العدد. مشاهدينا، شكرا جزيلا لكم على متابعتكم لعدد اليوم اللي خصصناه إلى المدرسة الجزائرية من التعريب إلى العامية، قناعة منا إن شاء الله أنه بتضافر الجهود سيكون اليوم أفضل من الأمس والغد أفضل إن شاء الله في هذا البلد. وربي دائما يعلي رايد بلدنا. محمد عثمان يحييكم، السلام عليكم.